المرأة جميلة، وجمال المرأة فين كتبين الجمال ديالها؟ الأنوثة ديالها هي في اللبس ديالها. زمان كانوا النساء كيلبسوا وتعطوا واحد القيمة لراسهم، تيعطيو وقت لراسهم، تيدل بأنهم كانوا ولو عندهم أعمال شاقة ولكن ملي كتدخل البيتة فهي مرتاحة، ماشي بحال دابا. دابا المرأة ولات مشغولة بزاف، ولكن الحمد لله كاينة واحد الفئة اللي كتهتم بالتراث، خصوصا بالزي المغربي الأصيل. كاين القفطان مثلا، من قفطان ديال منطقة فاس كيعتزوا بالخريب مثلا، لأنه ديما ديك المرأة الفاسية خاصها تمشي عند الخياط، خاصها تتكلم على السقلي، لأن السقلي مهم في القفطان ديال المرأة الفاسية. وكاين المنطقة منطقة الرباط، هنا كيلبسوا القفطان مخزاني. علاش؟ لأن كتبقى ديما بالحزام، هذا اللي كيميز مدينة الرباط.